كنشوف ماما كتسعد بنينة. انا كنبكي مني كنشوف ماما مني كتسعد. كاع الناس كيسكتو من غيرنا حنايا اللي كاع ما كنسكتش. مكنسكتوش حيت ماما ما عنديش. مكنشروش الحوايج. كتسلب باش كديرو. بغيت لبس بغيت نقرا. القراية هي الأولى. بغيتكم حسنين نعاونونا حيت ماما ما كتلقاش باش تعاوننا باش كنبقاو مسردين حنا في الزنقة. سميتي خديجة جرانة. أنا زايدة في 1988. تلاقينا أنا وراجلي تلاقينا في السبيت. المهم قال لي نخرجوا داك الشيء. أنا قلت له تجي لدارنا يعني ما طولناش ما تصاحبش معاه ما حتى حاجة. صافي الغد لي جا تكاتبنا وداك الشيء. غامرت معاه خدمت. المهم في أول ما تزوجنا خدمت كان خدام في المارشي تيصمر الصنارة تيصور الفلوس ماشي ما تيصورش. شي توشي في السيمانة بحال ما هكا 28,000 في السيمانة حتى 30,000 إلا ضوب لا في الليل. كانوا دايرين لي 60 ريال الصندوق حتى 50. انا كنت كنجيب 6000 ريال. كانوا دايرين لي 6000 في قهوه. كنخدم هذيك نص نهار وتنجي ديك الساعه باقا ما ولداش البنيه الاولى. المهم كرينا في التقاليه هزينا الفريش. المهم جعنا فيه جعت فيه كلشي حيت المصروف. المهم هزيت فراش درت طابله طلاي نطيت درنا مويريو هادي مع داه هزو باعو ليا. هزو باعو ثاني هزو باعو. قلنا ما كاين مشكل ولينا كنعسوا على الحصيره هادي ولا شويه. هز البيجامات ديالي ديال الحوايج ديال الدراري سوا كيديهم يبيعهم. هز المويعنات تيك من الحشيش. المهم هذيك الساعه من التقليه مشينا ثاني لدوار نبيل. كرينا ثاني في دوار نبيل نفس المشكل ضارب والجرح كيهز الحوايج كيقول لك سيري لا جيبي الفلوس تسلفي وجيبي ليا هذه. لما جبتش الفلوس كياكل بدا ناكل في العصا. المهم بحال ما هكايا ثاني شويه هو ما كيبغيش يقربني حدا الدار. تيقول لك مع الدار تيجيو مني وداك الشيء تيقول لك لا تبعدي. من دوار نبيل مشينا لبني ملان هزينا ثاني الدراري ومشينا. المهم مني مشينا وداك الشيء عطاني 50 درهم باش مشيت. قال لي جي تحولنا في بني ملال. قالوا لي الدار ماشي مشكل صافي هزي وليداتك وسيري صبري على الدراري وهذا الشيء. مشينا لبني ملال بديك 50 درهم وليت كنطلب ثاني وكنسعى باش كملت الدراري حتى 4 ما يمكنش غتخلصي بلاصه. المهم ملي غنوصل تلقى السيد تهز المكنس تهز الرحيل ثاني باعو ومشى المكنس. وانا غنبقى مشرده ثاني انا ولادي في بني ملال. بداو كيجمعوا لي الناس بكيس وجيت مع الثلاثه ديال الليل. مشيت عند واحد من الفرماسي مسكين هو اللي جابني حتى المحطه وخلص ليا. وعاد ركبنا ثاني جينا حتى لكازا والدار كيتسناو فينا في الليل. ومول الكار تيعيط للدار تيقول لي مرا بنتكم راه في امان غتوصل. المهم جيت للدار غضبانه وداك الشيء جاب الناس ثاني يعني نفس المشكل غيديروا ثاني. مشينا للمكناس. مشينا للمكناس كيخلينا في المهم واحد الدار في الخلا ما كاين حداك لا ساكن لا سكان لا حتى شي واحد منك الخلا يعني كيبقى ضيع حتى الليل وعلى الكلاب وهذه يعني ما كيقول الدراري غيجي لهم شي واحد في الليل. وديك البلاصه كيدوزوا منا الشفاره تيبقى ضيع ويجي من هذاك اللي خدام عنده. قال لي حشومه تمكرفس على السيده وهذه. قال لي اختي راه كنديرها على وجهك. قال لي انا ما يبقاش عندي تسيد صافي جرى عليه. قال لي انت اللي بغيتي تبقاي خدامه ماشي مشكل نزك انت والدراري يعني نعطيك فين تسكني بقيتي والدراري صافي. انا قلت لي لا غنمشي غنبقى مكرفسه انا وولادي وتما المدرسه بعيده. صافي جيت مني جينا هنايا هزنا ثاني القنيطره. مشينا ثاني القنيطره ثاني نفس المشكل الفساد قدام وسط الدار. هو واحد السيده كاريه معانا راه باقي عندين مرتها كانت غدي كلاريبي دخل عليها عريان. لا هي بنت الناس يعني انا مصرفه فيها الخير. عيطت لي قالت لي انا ما نقدرش نغادرك ولادي يعني كل طعامك ومصرفه فيا الخير. راجلك شنو دار وشنو دار وشنو دار وشهدوا فيه الناس. وبغات دي كلاريبي قالت لي دسي على وجه هذيك السيده. مشينا لعيل الحلوف جابوا لي شي ناس ثاني في عيد الكبير ايام عيد الكبير. قال لي ما عديش هو رسيتو شي في الفلوس ما عرفت فين تيدير ما بينتش. حمام ما تناخذش باش نمشي للحمام انا والدراري.
صافي جيت هنايا المهم طلبت ثاني سعيد ما كان كيعرفش ديك فلوس من تجي خاصو على الفلوس وصافي. ملي جيت بقيت كنبكي على واحد السيده شافتني وداك الشيء شرات لي الحولي ب 34 خليتيني جيت للدار هزيتي الحولي وبعتيه ب 26 وجاب لي معزه. الدريه ما رضت ليا الدريه لحد الان مريضه هي هذيك. المهم عاد مش عطيتو باش يشري العطريه باش نحسو زعما باش ما يقولوش الناس راه كتقدا هي ولا هادي. شديتي 6000 ريال ديال العطريه كلها ضربتيها عاود جيت ثاني طلبت وسعيس وكملتها في قلبي. هادشي راه يوميا يعني الماكله كنحطوها ما كناكلوش على راحتنا. رمضان كله رمضان كي الطابله كتقلب يعني رمضان ولا العيد ولا لحمي وكلشي راه فيه مهرسني في مكناس جهرسات في يدي يعني كل نهار كناكل عصا كل نهار ماشي مره في الشهر ولا مره في السيمانه يوميا. ومشي ديك العصا اللي يعني كيشد ليا راسي مع الحيط يبقى يضربو تيشد ليا نيفي ولا عيني زرقهم ليا والودنين تيبقى يضربني اليوم. دابا ودنين مابقيتش كنسمع بهم بزاف كيبقى يضربني بهم حتى كيولي الدم ديز من الداخل. ولا اللي صبرني انا كنقول زعما الوليدات غادي يكبروا يحقدوا عليا ولا يقولوا لا تفارقتي مع بابا ولا هادي. ولكن بقاو حتى شافوا داكشي بعينيهم هما ولاو تيقولوا لي ماما لا طلقي منه مابقيناش مابقاوش معاه. عدي بنية عدى 7 سنين والولد 6 سنين وبنية 3 سنين وبنية عام ونص. دابا مؤخرا منا كان غيهرب كتنعس بالبنية في السبيطار في بني رشد عدى لي 12 في الصدر. المهم انا نعس معاه 20 يوم عيطت لي مولا الدار قالت لي واش في راسك السيد راجلك راه غيتحول. قلت لها لا. قالت لي راجي راه ما حال راه خوا راه هز رحيل وكلشي. عيط لي ولد عمتي قال لي زعما كون راجل مراتك حاربت وكرات فاش كريت هاد البيت. قال لي راه مراتك تحاربت وكرات هاد البيت جا زعما كون راجل ورجع لوليداتك وهادي حتى واحد ما غيقلع لك ولاد. قال لي مشدو الدراري وصيفطوا لي المراه. مني جيت لقيت الدار خاوي ما فيها حتى حاجه مولا الدار يعني مسورسه ما حال. بدا كلشي بدا السدادر الماريو بدا الكيسان بدا كلشي داكشي اللي كنستعملو كلشي يعني حتى حاجه ما خلى لي هادشي اللي كتشوفوا فيه هنايا راه الناس اللي عطوني باش دي بانت. مني خرجت كتعرض تشوف يعني مرات راه ما كنتش هكا ولا كيجيني نهير عصابي يعني كنشوف هذاك الشيء كامل اللي بنيته لولادي في السنين ضرب لي كلشي في الزيره. عندي 4 شكون اللي غيشدهم لك؟ ماشي واحد ولا جوج. اكل كنا البنيه بعدا كبيره هذيك كتعرف بعدا يعني 4 الصغار كنقول غنمشي نخدم يشد لي شي واحد ولا يسكرفص لي على شي واحد. كنمشي نطلب كنسعى في الجامع ديال لاله مريم والجامع الكبير ديال الماتش. كنسعى بجوج كنديهم للمدرسه كنقابلهم تنديهم للمدرسه وجوج صغار تنديهم معايا. عامين وراجلي بشربان عمرو ما عيط ما سول ما تحاج. حتى في عيد الكبير ما كيعيطش ما كيقول الدراري خارجين بلا عيد ولا بلا كسوه. حاليا دابا في كسوه ديال العيد ما عديتش باش نكسيهم. تقارص مشي الكرا والموضه والورقه دابا جاتنا فيها 9000 ريال انا والسيده بحال كاريه البيت ما بقيتش كاريه ب 14 بحال وليت كاريه ب 18 و500 وشي حاجه. صافي درت في نفسي وما كنبغيش نبين بغا وليداتي يقراو ويوصلو يعني ما يوصلوش لهاد الحال اللي انا دابا فيه. راه حاليا الدريه الكبيره مريضه حتى هي. عندها ميكروب كيخرج ليه هنا في طوابق ميكروب ما عرفتوش ملي كندوز لها تيقولوا لي عندها الحكه بحال الجربه بحال شي حاجه كتبقى تحك كيدوز ليها الدم من طوابق. الدريه الصغيره عندها لي طاش في الصدر ميكروب تاعي ما عديتش الشا باش نداويهم. دابا حاليا البارح والله يسبيتين بلا عشا يلا ديت اليوم فلوس الكرا يعني هذاك الشيء اللي كنجيبو كنجمعو لك. باقي الفطور ما فطروش والله ما فطروا ما تعشوا ما فطروا. كنتخبط كان يقولوا لي جيبي لينا تنقول لهم شبا يصحوا جاتنا يلحون بالزنقه. مني شافهم اول مره مشيت عريانين ولاو كيعرفوني الناس يجيبوا لي الحوايج يعني غادي تشي وسن. دابا من في الاول كنقول هادشي راه غنتغلب عليه ولكن دابا غادي المسؤوليه وكدير يعني هاد الشهر كنلقى باش نخلص ولكن الشهر الاخر مبغيتش نطلح انا وليداتي الزهر يعني كنخلص هاد الشهر كنغمض الليل ما كيجينيش النعاس كنقول ثاني الشهر الاخر غادي يجيني ساهل. انا كنوجه الاخوان المسلمين المحسنين انهم يتعاونوا معايا
لان ما خلصش الكره او اللي داسي كيباسوا ليا بالجوع غدا يعني من غدا الا ما خلصش الكره غدا انا وليداتي الزنقه صعيبه يعني وليداتي تكرفصوا يغتصبوهم وكنخاف من الناس اللي ماشي اللي ما فيهمش الانسانيه يشدوا ليا وليداتي ويغتصبوهم بغيتهم يلبسوا ويقراو ويكونوا احسن من هادشي اللي انا فيه ده مبغيتهم شي من بعد يتكرفصوا بحالي بحال ما هكا يوليو مجروقين في الزنقه يشدهم هذا يطلقهم هذا. انا كنوجه الاخوان المحسنين باش يتعاونوا معايا في اي حاجه محتاجه في اللبس في الماكله في الشراب في اي حاجه. وليداتي راه مكرفصين وما بغيتهمش يتلاحوا ليا الزنقه يطرموا يتكرفصوا عليهم الناس لانني محتاجه اي حاجه اللبس وما كيلبسوش يعني كنمشي للجامع باش وليداتي كيعطيهم هذاك اللبس باش كيلبسوه وما كلبش كياكلوا كي يعني بعض المرات كيوصلوا الناس كيجيبوا لهم ماكله حتى للجامع باش كياكلوا كي قدرش نحطهم في الخيريه لان ولادي ما نقدرش المشه ما غتسمحش ولادها كتهزهم بسنانها انا ما نقدرش هو تخلى على ولادو انا تانا نتخلى على وليداتي ورميهم الزنقه تانا وليداتي راه غنهزهم باش ماكل. بغيت غير الناس يتعاونوا معايا في اي حاجه في اللبس في اللي كان في مسخام الله راه كاد الوليدات راه كيتكرفصوا.